بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا معهم يا رب العالمين وسائر أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 55 كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة. وهل الجساسة هي نفس الدابة التي تخرج في آخر الزمان، أم الجساسة دي خاصة بالدجال تتجسس له عن الأخبار حتى تعلمه متى يخرج؟ يعني الجساسة حاجة والدابة اللي تخرج حاجة، ولا الجساسة هي الدابة؟ احتمالات، الله أعلم. الله أعلم، ومن قال الله أعلم فقد أفتى. لما تظهر ان شاء الله بسألها. يعني لو ظهرت الدابة وانت كنت عايش، ولا تعالي هنا، انت اللي كنت بتخبري عن الدجال برضو، ولا انت واحدة تانية؟ هتقول ساعتها، تيجي تقول. فهمت بقى ازاي؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 73 بعد 507. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث وحجاج ابن الشاعر كلاهما عن الحسين بن ذكوان قال حدثنا ابن بريدة كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. يعني عايز منها حديث هي اللي تلقته، ما فيش بينها واسطة يعني. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل حدثيني. فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت طلقها هو، مش أصيب مات. يعني الرواية توحي أنه مات، لا ده ما ماتش، ده هو طلقها، أشكت لسانها طويل على قرايبه، هو ساكن مع اهله وهي ست طيبه وكل حاجه وهو راجل محترم، الا انه يروح يعمل مشوار يرجع اليها متخانقه مع قرايبه، عامله له مشاكل مع الجيران، والجيران دول هم قرايبه. فهمت ازاي؟ الظاهر كانوا قرايبه بيغزوها وهي عصبيه، فهم؟ فراح مطلعها ورايح نفسه، هيعمل ايه؟ كل يوم يلاقي خناق ويروحوا البوليس، شغلانه ازمه. فرحمة الله لما طلعها تأيمت، يعني ايه؟ صرت بلا زوج، والأيم هي التي صارت بلا زوج سواء بطلاق او بموت، يا اما طلقها او مات سموها أيم، يعني امرأة بلا زوج، واضح؟ فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد. عبد الرحمن بن عوف وابي سفيان يعني جالها كذا واحد يخطبوها، لان هي كانت شريفة النسب وكانت جميلة الصورة وكانت يعني قديمة الاسلام وامرأة صالحة، فكان مرغوب فيها، فجالها خيار الناس يتقدموا لها. وكنت قد حدثت ان رسول الله وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، ورسول الله
خطبها على أسامة، يعني إيه؟ أراد أنها تتزوج أسامة بن زيد، كويس؟ وكنت قد حدثت، سمعت، هي سمعت بقى، ما سمعتش من النبي، لأنها سمعت، حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. أسامة كان أسود، لونه أسود، وهي قرشية بيضة، فهمت إزاي؟ فهي كانت متضايقة، ايه بقى اسامه ده؟ جاي لها عبد الرحمن بن عوف، جاي لها معاويه بن ابي سفيان، جاي لها يعني ناس اكابر، واخد بالك، من الصحابه، وجايب لها بقى واحد اسود وابوه مولى، فهمت؟ فبقت متضايقه، فقامت صبرت نفسها انها سمعت عن النبي، قالت: من احبني احب اسامه. قالت: ما يجراش حاجه، هنتجوزه حبا في النبي، فهمت ازاي؟ بقى ارادت ان تتزوجه ايه؟ حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: امري بيدك، فانكحني من شئت. شفت بقى الجمال والايمان والاسلام؟ امري بيدك فانكحني من شئت. فقال: انتقلي الى ام شريك، وام شريك امراه غنيه من الانصار. هنا يوحي بانه خطبها وهي لسه في العده، لا، يبقى الحديث في التفات، كان هو بعد ما انتهت العده بتاعتها خطبها، خطب لها، فهمت بقى ازاي؟ وقبل ما يخطب لها قال لها: انتقل الى ام شريك، لان المفروض المراه تعتد في بيت الزوجيه. بس هي هنا كانت بتعمل مشاكل في بيت الزوجيه، كل يوم خناق. فالنبي قال لها: لا، العده بتاعتك انت ما تقعديش في بيت الزوجيه، هتعملي لنا قتيل، كل يوم هتعملي لي مشكله. فروح انت اعتدي عند ام شريك. ام شريك دي امراه كانت عامله زي صالون كده ثقافي، يجتمع فيه الصحابة كل يوم، يقعدوا يتناولوا ويبتاعوا، تعمل لهم شاي وتأكلهم وتشربهم، فعاملة زي صالون ثقافي كده، فهمت ازاي؟ وبعد ما قال لها أم شريك، قال لها: لا بلاش أم شريك دي، لازم بيخش رجالة كتير عندها، وانت امرأة شابة هتبقي متضايقة، ويمكن يقع منك طرحتك ولا حاجة تتأذى، روح لابن أم مكتوم، قريبك. ابن أم مكتوم ده ابن عمك بس غير مباشر، أعمى، تقعدي معاه شوية لحد ايه ما تعتدي، وما تعتدي أذنيني. لما اذنته من العده خلصت، ايه جالها بقى عبد الرحمن بن عوف، وجالها ابي سفيان، وجالها اللي هو ايه، لا يضع العصا عن عاتقه، اللي هو ايه، ابو جهل، اللي كان اللي درب للنساء، او انه كثير استفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، فهي راحت تقعد على النبي ان فلان جالي وفلان جالي وفلان جالي، اختار مين يا رسول الله؟ قال لها: لا ده ولا ده ولا ده، ابو جهل لا يضع العصا عن عاتقه، واخد بالك، وابي ومعاويه صعلوك، يعني مالوش وظيفه ولا دخل، وابوه بخيل، فهمت ازاي؟ مش هتعرفي تعيشي معاه. ابو سفيان كان بخيل، وهو صعلوك يعني مالوش وظيفه ولا عمل، فانت هتعيشي على حساب ابو سفيان، يبقى مش هتلاقي تاكلي، هيجوعك، فهمت؟ فاحسن اتجوزي اسامه، فهمت بقى؟ يبقى القصه فيها ايه؟ التفات. ذكرت الامر الاول قبل ايه اللي ايه؟ قبل ما تذكر العده، وهي كان بالعكس، العده الاول والخطوبه، فهمت بقى المساله؟ لان لا يجوز انك انت تخطب امراه في عدتها، مش كده برضو؟ اذا كانت عده رجعيه يعني، او عده وفاه. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل، يعني عاملة زي كافيتيريا، واخد بالك ازاي؟ ناس يقعدوا عندها، أو نادي ثقافي، نادي ثقافي، فهمت؟ فقلت: سأفعل. فقال، وهي بقى ماشيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ايه ده؟ هتقعد عند ام شريك وبيجي لها رجاله كتير، لا مش هتنبسط، تعال. فراح ناداها تاني. فقلت: سافعل. فقال: لا تفعلي، ان ام شريك امراه كثيره الضيفان، فاني اكره ان يسقط عنك خمارك، او ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي الى ابن عمك عبد الله ابن عمر ابن ام مكتوم. عبد الله ابن عمر ابن ام مكتوم،
عمرو ابوه وام مكتوم امه، يعني منسوب لامه وابيه، فهمت؟ خد بالك من الحته دي. قال لمن نبه عليه. لا حسب تفتكر ابن ام مكتوم، ام مكتوم دي ام ابوه، لا ده هو نسبه الى امه وابيه، فهمت؟ انتقل الى عبد الله ابن عمرو ابن ام مكتوم، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منهم، يعني كانهم ولاد عمومه يعني. فانتقلت اليه. واختار عبد الله ابن ام مكتوم ليه؟ اولا بيته واسع، ثانيا اعمى ضرير، فهتبقى ايه؟ عايشه مستريح، هتقعد في بيت واسع وفي نفس الوقت الراجل اللي قاعده معاه اعمى مش ضرير، لانه كان ضرير ولد اعمى. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال، فهمت بقى؟ يبقى ما تيجي تعربها تقول الصلاة منصوبة على إيه يا ابني؟ تقول له على الإغراء، ينبسط منك الشيخ، يقوم يدعي لك دعوة حلوة، لأن الطالب التلميذ النجيب بيعيش في بركة دعاء مشايخه. يجي شيخه يسأله يجاوب صح، يقول له ربنا يفتح عليك يا ابني، تقوم ايه ربنا يفتح عليك. وعشان كده لازم لما تقعد مع عند الشيخ تبقى مذاكر كويس عشان تاخد الدعوات الحلوة دي. فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال، قال لهم بقى ايه حديث تميم الداري المشهور اللي بيوصف فيه رحلته البحريه اللي قابل فيها الدجال، يعني الدجال من ايام النبي، وما نعرفش من قبل النبي كان مين، كمان كان امتى دجال، يبقى عايش اهو. عشان كده انا اعتقد ان هو سامري موسى، هو سامري موسى، فهمت ازاي؟ وشركم من طال عمره وساء عمله، وعلشان كده كانت عقوبته إطالة العمر في الكفر، كانت دي عقوبة أشد من قتله أيام سيدنا موسى، فهمت؟ يعني لو قتله أو خلاص يبقى عمل معاصي قد كده، لكن لما يسيبه طول العمر وقاعد يعمل في معاصي كتيرة يبقى راح في 60 داهية، يبقى زي إبليس. ما هو إبليس طلب العمر الطويل في الشر، يوم ربنا سبحانه وتعالى قال لي أنظرني إلى يوم يبعثون، شركم من طال عمره وساء عمله. وفي القرآن بيقول إيه؟ ربنا أرنا اللذين أضلانا، اللذين أضلانا، اللذين بالمثنى، من الجن والإنس، من الجن إبليس مش كده برضه، والإنس الدجال، فهمت بقى يا سيدي؟ فيها إشارة برضه، إشارة إنه موجود يعني، لكن برضه اللي بقوله لك ده بعديه الله أعلم، ممكن يطلع غلط، فهمت؟ يطلع واحد تاني، ويطلع السامري ده مات زمان، ما نعرفش، واتدفن في اي مصيبه ما نعرفش، فهمت؟ ما نعرف، كل ده جائز يعني. لكن هي الفكره ايه؟ ان لما قلنا ان الرجل اللي هيقتله الدجال ويدعوه هو الخضر، والخضر كان ايام سيدنا موسى، والسامري من ايام سيدنا موسى، وربنا النظام ربنا سبحانه وتعالى او سنه الله في الكون ان هو يجمع ويوفق. فلما كان السامري طويل العمر كثير الخبرة في الشر، عيش له واحد طويل العمر كثير الخبرة في الخير عشان يبقوا متكافئان، لأن التكافؤ برضو سنة من سنن الله، فهمت ازاي؟ فده اللي يرجح ويخلي الواحد يستريح، ان يبقى هو السامري واللي قدامه ده ايه؟ الخضر، والاثنين كانوا من زمن سيدنا موسى طال عمرهم، فهمت ازاي؟ والله أعلم برضو كل حاجة، برضو نقول ايه؟ والله اعلم، لان اللي اللي يشرح الاحاديث دي حقيقة هو الزمن مش الشيخ، الزمن. ففاطمة بنت قيس بقى بتكمل الكلام بعد ما حكت قصتها، بعد ما اتطلقت من المغيرة وكانت بتتخانق مع احمائها، وبعدين ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما تقعديش تقضي العدة بتاعتك في بيت الزوجية عشان انت بتاعت مشاكل وعامله لنا مشاكل مع الناس، كل شويه تتخانقي، وروحي لام شريك، ام شريكه كانت عامله نادي ثقافي او ايه او كده كافيتيريا كده يجتمع فيها الصحابه كل يوم تشربهم وتاكلهم ويقعدوا يتناقشوا ويذكروا ربنا وحاجات جميله كده، واخد بالك ازاي؟ ف
فقال لها بلاش ام شريك، روحي لابن عمك ابن ام مكتوم. وبعدين خطبها اسامه واتجوزت اسامه، وبعدين بتكمل كلام بقى كل ده كلام مين؟ ستنا فاطمه بنت قيس. واول ما خلصت العده قاعده سمعت بيت ايه؟ في بيت ابن ام مكتوم المنادي ينادي يقول ايه؟ الصلاه جامعه. راحت مطالعه تصلي، لقيت النبي بعد الصلاه جمعهم مخصوص، قال لهم الصلاه جامعه ليه بقى؟ طلعوا طلعوا علشان صلوا ركعتين تحيه مسجد جماعه، لانه ما كانش في وقت الصلاه، دل على جواز الجماعه في السنه. فهمت؟ وبعدين النبي بعد كده راح ايه قعد على المنبر حكى لهم القصه اللي سمعها من مين؟ من تميم الداري. يبقى الحديث ده في روايه النبي عن الصحابي، مش روايه الصحابي عن النبي. شفت بقى برضو في كده لمسات جميله، الحديث ده غريب يعني، في بعض الغرائب الايه؟ اللطيفه يعني. ليه حكت القصه دي كلها وبعد كده دخلت في بتحكي المناسبه اللي سمعت القصه دي، ان هي ايه؟ كانت خارجه من عدتها. هو اول ما خلصت العده بتاعتها في بيت ابن ام مكتوم سمعت الصلاه جامعه، خرجت لقيت النبي بعد الصلاه حكى لهم القصه دي. فهمت ازاي؟ فالكلام جاي ببعضه يعني، الكلام ايه؟ بيجر بعضه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، وعرفنا الناس ايه؟ ان هم صلوا صلاه نافله، لان نداء الصلاه النافله ليس الصلاه الجامعه، بل النداء هو الاذان. فهمت بقى؟ عشان تقول لي طب هو منين يعني قلت ان دي صلاه نافله؟ ما يمكن كانت فريضه. الفريضه نداءها الاذان وليس الصلاه الجامعه. صلاه الجامعه ده نداء صلاه العيد، صلاه الكسوف، او اذا حزب النبي امر واراد ان يجمع الناس لاي امر ياتمرون فيه. فهمت ازاي؟ يبقى عرفنا ان دي كانت صلاه نافله وكانت جماعه، فيجوز صلاه الجماعه في النفل. واضح؟ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. يضحك يعني مسرور يعني، يعني كأن النبي كان منشرحا مسرورا. فقال ليلزم كل إنسان مصلاه يعني في مكانه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا أرغبكم في شيء ولا أخوفكم من شيء، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. هو كان تاجر بحري، كان تاجر بحري تميم الداري، وكان ايه قاعد معظم وقته في الشام، والشام في البحر المتوسط. فهمت؟ فكان تاجر بيركب السفن يعني وينقل بضايع وحاجات كده. وكان مع 30 رجلا من لخم وجذام، دي قبائل من قبائل العرب. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، البحر هاج وايه؟ وقعدوا شهر البحر هايج. يبدو ان هم خرجوا على المحيط. خرجوا على ايه؟ المحيط. فبقوا في المحيط بقى ايه؟ الاطلنطي. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. أرفأوا إلى جزيرة يعني قربوا من الشط، أرفأ يعني اقترب من الشط، من شاطئ البحر. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. كل سفينة كبيرة بيبقى فيها قوارب صغيرة نجاة، مش كده برضو؟ فهم قعدوا في قوارب السفينة دي جنب ايه؟ الشط. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. دخلوا الجزيرة دي لقوا فيها دابة أهلب يعني غليظ الشعر، كثيف الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، ما يعرفوش ظهرها من وشها من كثر الشعر، من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ حاجة كده حيوان ما شافوش زيه قبل كده. فقالت أنا الجساسة. فوجئوا إنها بتتكلم، وبتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.
فحاجة برضو غريبة. ها؟ فقالت أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ يعني ما سمعناش الاسم ده قبل كده. قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. يعني قاعد في مبنى في الجزيرة سميته الدير كويس، وفي راجل جوه منتظر ايه خبر من الناس جايين من بره. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا، عفريتة يعني جنية يعني شيطان، وتمثل الان في هذه الصورة يعني. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، كأنه كمال أجسام بقى، حاجة كده عضلات وبتاع وحاجة ضخمة وموثق يعني ايه متكتف. يبدو انه كان عمل مصيبة من المصايب، حكم ده بتاع مشاكل، الدجال ده طول عمره كده بتاع مشاكل، فيبدو انه هو عمل مشيك كلام المشاكل، فأسروا ملك من الملوك وحبسوا في الدير ده. فهمت ازاي؟ وكتفه، ما هو عايز سنين طويلة بقى من ايام سيدنا موسى، وكل شوية يروح بلد يعمل لنا مشاكل فيها. فهمت ازاي؟ على مجرمين بقى. فهمت ازاي؟ فالظاهر ده كان سجن سجنه في فترة من فترات عمره. فهمت ازاي؟ العمر الطويل، فايه مقيد بقى بالسلاسل والحاجات دي. وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني متكتف بالحديد، نظام السجون القديمة، كان السجون القديمة كانوا يعملوا كده، يكتفوا الإيدين بسلسلة ويقربوها للعنق وينزل نفس السلسلة دي ويكتف رجليه ويسيبه بقى على هذه الحال. إنما الوقت طبعا بعد حقوق الإنسان بيجوا إيه يزوروا السجون ويخلوا إيه المساجين في آخر متعة، لدرجة الواحد اللي بره السجن يتمنى يدخل جوه يقعد في السجن يومين ثلاثة من كتر يعني المتعة اللي بيعيشوها فيه. واخد بالك إزاي؟ ما كانش لسه بقى حقوق الإنسان طلعت والحاجات اللي إيه الجديدة دي. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري. الله بتكلم عربي برضه، ليه بقى؟ من طول عمره كان يتكلم كل اللغات، مو طال عمره بقى كل شويه يعيش هنا 30 40 سنه يتكلم لغه القوم، يعيش هنا 50 سنه يتكلم لغه القوم، فبقى يعرف اللغات. فاول ما سمعهم وشاف هيئتهم عرب كلمهم بالعرب. قال قد قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم. انتوا عرفتوا خبري، ما انتوا شفتوني اهو، هقول لكم ايه اكثر من اللي انا فيه. فهمت ازاي؟ انا عايز اسالكم بقى، فاخبروني ما انتم. قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين اغتلم هاج واضطرب. اغتلم البحر يعني هاج واضطرب، واضطربت امواجه يعني. فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفانا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة. تملي السفينة الكبيرة ما تقدرش تيجي لحد ايه الشط عشان الغائص بتاعها كبير، يقوموا ايه لما يوصلوا يخلوا السفينة في الحتة اللي هي غويطة شوية وينزلوا للشط في قوارب. فهمت ازاي؟ العادة كده يعني. فجلسنا في اقربها، اقربها جمع ايه قواربها يعني، أقرب جمع قوارب وقوارب جمع قارب يعني جمع جمع، أقرب دي جمع جمع. في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. نخل بيسان ده في الطائف،
نخل بيسان ده موجود في الطائف. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. ومن 40 سنة ما بقتش تثمر نخل بيسان. من ضمن علامات إيه؟ قرب ظهوره يعني. خروجه إن نخل بيسان لا يثمر. أنا سألت واحد من حراس الحرم في مكة. كنا بنقرأ الحديث ده في الحرم، فقعد معانا حارس من حراس الإيه؟ يسمع الحديث في الحرم، الكلام ده من حوالي أكثر من 20 سنة يمكن. فقعد يسمع الحديث فبنقول له هي بيسان دي فين؟ احنا بقى بنساله، هو الراجل من مكه. قال بيسان دي بلدنا في الطائف. قلنا له طب والنخل بيثمر؟ قال له من 40 سنه ما بيثمرش، كان جدي هو اللي شافه بيثمر. فهمت ازاي؟ يعني حصلت. اخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن اي شانها تستخبر؟ قال اسالكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال اما انه يوشك الا تثمر. قال اخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن اي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب. وانا كنت في الاردن، بحيرة طبرية يعني ماء بتنسحب من كتر، لدرجة ان المنطقة اللي هي فيها بحيرة طبرية هي ايه يسموها غوطة. غوطة يعني ايه؟ يعني غويطة، يعني اخفض ما تكون على سطح الارض. وكل الجزء الغوطة دي كان في مية بحيرة طبرية، فقعدت تنسحب ويتبني مكانها مباني والناس تعيش ومدن. وهي ادنى منطقة فيها ماء الان، لدرجة ان كل فترة 10 سنين تلاقي الماء انسحب مسافة طويلة. فهمت ازاي؟ فالحكاية ماشية يعني ما تقلقش. يبقى بحيرة طبرية هي ايه؟ ادنى بحيرة تحت مستوى سطح الارض الان من كثرة انسحاب مائه. قالوا هي كثيرة الماء. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب. قال اخبروني عن عين ذغر. قالوا عن اي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع اهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء واهلها يزرعون. كل دي موجودة ايه الحتت دي فين؟ في الاردن برضه. قال اخبروني عن نبي الاميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال اقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه، واني مخبركم عني، اني انا المسيح، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها، وان على كل نقب منها، النقب اللي هو الطريق بين الجبلين يعني، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيدي إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه اشار مرة الى بحر الشام ومرة للمشرق، دليل انه هو بينتقل من اماكن كثيرة متعددة. فالتردد هنا ليس تردد في الاخبار، بل تردد في الانتقال، انه كثير الظهور والانتقال من اماكن متعددة، ثم يأتي من قبل المشرق، بعد ذلك من قبل خراسان. فلا تردد في الايه، يعني في ناس فهموا ان الحديث ان النبي بيتردد ويقول هنا او هنا او هنا، في تردد،
والوحي لا تردد فيه، وبالتالي أنكروا الحديث. ولكن التردد هنا ليس التردد في الإخبار، بل التردد في الانتقال من أماكن من مكان لمكان بالنسبة للدجال. يعني حيظهر من هنا وحيظهر من هنا وحتيجي من هنا، وبعدين أول ظهوره يأتي من قبل المشرقي اللي هي إيه؟ منطقة إيران وخراسان. وأومى بيدي إلى المشرقي قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الجزيرة دي الجزيرة قبرص اللي في البحر المتوسط، ولا الجزيرة دي لو كانوا خرجوا بالسفينة بتاعتهم إلى المحيط تبقى عبارة عن إنجلترا، لأن هي جزيرة برضو في البحر هناك؟ الله أعلم. عمران حسين بيعتبرها جزيرة إنجلترا، واخد بالك إزاي؟ اللي هي الجزر الإنجليزية اللي كان فيها الدجال في عصر النبي. عمران حسين اللي ليه مقاطع على اليوتيوب بيعتبرها كده، الله اعلم. المهم هم جزيره في وسط البحر بعد ما اتلطمت بهم، وكان محبوس فيها عشان كان واخد حكم حبس ايه، لانه كان عامل جريمه من الجرائم على عادته، وهو دجال ومجرم طول عمره قاعد يعمل اجرام، فهمت؟ وربنا ينجينا من فتنته. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب، من أفخم أنواع رطب المدينة، رطب بن طاب، وأسقطنا سويق سلت، الشعير الأبيض الذي لا قشرة له، يسموه سلت، شعير أبيض لا قشرة له. يعني إيه؟ أطعمتهم أفضل أنواع التمر وأفضل أنواع الشعير، فهمت إزاي؟ فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. احنا قلنا ده كان خاص بيها لانها كانت بتعمل مشاكل مع ايه؟ احمها. لكن عدة المرأة تكون في بيت الزوجية، الحكم كده. قالت: فنودي في الناس ان الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت: فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، فقال: ان بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث. وزاد فيه قالت: فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض. وقال: هذه طيبة، يعني المدينة. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره واقتص الحديث وقال فيه، ثم قال: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال: هذه طيبة وذاك الدجال. وعن أبي قال: حدثني أبو بكر بن أبي ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال: أيها الناس، حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. وعن أبي قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة
قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل السب السبخة فترجف المدينة. السبخة ده مكان خارج المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. لما يبقى هو على مشارف المدينة ومش عارف يدخلها، يحصل زلزال في المدينة، يقوم المنافقين والمش من أهل المدينة وأهل الصلاح يخرجوا ويتركوا المدينة خوفا من الزلزال، والمسلمين قاعدين يقولك الحمد لله نموت في المدينة خلينا مصلحة، والكفار والمنافقين دول همهم الدنيا يروحوا سايبين المدينة ويطلعوا يقوموا يتعرضوا لفتنة الدجال. يقابلوه بقى عند ايه السبخ. فيها كفار ومنافقين ولا في ناس بتبطل الكفر وفي منافقين في كل طبعا ناس مرتدين، ده في شباب مرتدين وعايشين في وسطهم انكر الدين وما يصليش لكن ابوه مسلم، ما هو موجودين في كل حته ربنا ينجي. فيخرج اليه كل منافق ومنافقه، يخرج منها كل كافر ومنافق، في روايه كل كافر ومنافق اللي هي اللي احنا قريناها. الثانيه بقى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه غير انه قال، فياتي سبخه الجروف فيضرب رواقه، يعني ينزل استراحه بتاعته، يقعد عند مشارف المدينه في منطقه اسمها ايه سبخة الجروف على مشارف المدينة، فيضرب رواقه يعني ينزل بها ويضع ثقله. وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وإحنا قلنا أنك لما تسمع الدجال موجود في حتة ما تخرجش ولا تتعرض ليه، مش قايلين كده؟ اوعى تعمل، لأن اللي هيخرج له هم المنافقين المجرمين اللي عايزين شوية دنيا، واضح؟ ولو جالك لحدك تعرف فاتح سورة الكهف لا يضرك، حكاية سهلة إن شاء الله، سهلة على من يسرها الله عليه. باب في بقية من أحاديث الدجال نقرأه غدا إن شاء الله، ونختم كتاب الفتن غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.